سواء كنا داعمين الطرف الفلسطيني أو الطرف الإسرائيلي بهذه الحرب. استخدام جسد المرأة لإيصال رسالة كراهية إلى الإسرائيليين وإلى اليهود هي جريمة بحق الإنسانية. السلام عليكم fellow Muslims. It is time we mobilize a transnational movement calling on Hamas to release all the hostages. We need to bring the hostages home now before we can celebrate another Women's Day event. نطالب بإطلاق السراح الرهائن الفوري وغير مشروع، خاصة النساء والأطفال المتواجدين بغزة من يوم 7 أكتوبر. What have you done about that? That is a question that we Muslims need to ask very seriously. في اليوم العالمي للمرأة علينا أن ننادي جميعا أطلقوا سراح الرهائن النساء الأطفال